ونهاية أسبوع موفقة أكيد كانت منوها لكم مشاهدينا، ومرحبا بكم معنا في شوف طقس على شوف تي في اللي غمضوها اليوم من الرباط، بحيث غتروح فيها درجة الحرارة ما بين 17 و 23 درجة. بالعاصمة العلمية فاس غتروح درجة الحرارة بين 18 و 20 درجة. أما في وجدة فغدا تكون فيها درجة الحرارة ما بين 19 و 21 درجة. عروس شمال طنجة غتروح فيها درجة الحرارة ما بين 20 و 22 درجة. دار البيضاء غتروح فيها درجة الحرارة بين 20 و 24 درجة. أما في أسفي فغدا تكون درجة الحرارة بين 19 و 23 درجة. مراكش غتروح فيها درجة الحرارة بين 24 و 26 درجة. أكادير غتكون فيها درجة الحرارة بين 20 و 24 درجة. وغادي نختم معكم بحال ديما ممتازة، بحيث غتروح درجة الحرارة بين 18 و 20 درجة. وبهذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية شوف طقس النهار اليوم، وموعدي بكم غادي جديد غدا إن شاء الله، نفس الزمان نفس المكان في حال